دكتور، انا من فتره من حوالي 2020 وعندي رفرفه في القلب وبعمل كل الفحوصات بتطلع سليمه، يعني كذا مره عملت رسم اس جي عادي والسيرس اس جي وهولتر وكده بيطلع سليم. المشكله ان انا دقات قلب دي مش كل يوم، يوم ويوم، يعني امبارح انا كنت 100 100 تمام، النهارده بالليل صحيت حوالي الساعه الفجريه دقات قلبي جامده قوي لدرجة إن أنا صحيت مش قادر أعمل حاجة، يعني بيبقى يوم بيوم. يبقى أنا باخد دواء اسمه إيه، فيبريدين، عشان مش عايز أقول الاسم يعني. مفيش يا ريت بعد إذنك. فيبريدين ده اسم علمي مش اسم تجاري. طب أهو ده اسم علمي مش اسم تجاري. الصبح وبالليل، وباخد حاجة اللي هو البوسبيرون يا فندم. تمام، هو بيقول الأسماء العلمية ما شاء الله عليك. الصبح وبالليل كل 12 ساعة. تمام، بس أنا سمعت يا دكتور قالوا في معهد القلب ممكن يعملوا حاجه اسمها دراسه. الو، سامعينك استاذ عبد الله، اتفضل. بيعملوا حاجه زي كده، اسمها حاجه اسمها دراسه فسيولوجيا في القلب. تمام، دي انا هروح، ايوه هروح المعهد وانا مش واخد الادويه دي، ولا اروح اليوم اللي انا بقى كويس فيه، ولا اليوم اللي تعبان، ولا ما تفرقش؟ طيب، اليوم اللي حضرتك بيبقى عندك اعراض سرعه في ضربات القلب، ببقى تعبان قوي ودرجه ان انا بتستمر قد ايه؟ استاذ عبد الله، حضرتك معانا لسه على الاتصال؟ انا معاك يا فندم. بتستمر سرعه ضربات القلب قد ايه من اليوم؟ ممكن تقعد اليوم كله، ثاني يوم، وممكن تقعد الدوريه، يعني على اخر النهار بتتحسن يا دكتور. تمام، هجاوب حضرتك. طيب، الابحاث اللي قلت لها، اللي حضرتك قلت انك عملتها، كلها سلبيه كويسه؟ الخط قطع يا دكتور بيسر. اوكي، اتصال مهم جدا عن اختلال او سرعه ضربات القلب احيانا اللي بيشعر بها البني ادم. هو قال ان هو عمل رسم قلب عادي ورسم قلب مستمر اللي هو بيتلزق زي الكاسيت الصغير تحت الجلد ويقعد ليوم او يومين، اللي بنسميه ممكن احيانا يقعد لاسبوع عشان يرسم القلب لمدى زمني اطول، لان احنا الشريط ده اللي بنعمله رسم القلب العادي بيستمر لمده ثواني. وقال انه عمل كمان رسم قلب بالمجهود وكل الحاجات دي تقريبا طلعت كويس. فهل يفكر هو؟ طبعا واضح انه قارئ جيد وحتى بيقول الحاجات العلميه بتاعت اسامي الادويه، فهو ارى ان هو ممكن يتعمل دراسه لكهروفسيولوجيا القلب بحيث ان احنا اختلال ضربات القلب. لكن في الحقيقه مش حالته اللي بتعمل كده، لانه لابد من معرفه نوع الخلل اللي بيحصل له. احنا دايما الابحاث اللي قالها دي كافيه جدا، لكن هو قال من ضمن الحاجات اللي بتحصل له انه ضربات القلب السريعة بتستمر لمدة نص يوم أو يوم كامل، فهو عليه بعمل رسم القلب العادي أثناء وجود الضربات، لأنه أحيانا الضربات ما بتبقاش مستمرة ليوم كامل أو ما بتبقاش مستمرة لفترة كافية إن احنا نسجلها لا في رسم القلب العادي ولا في رسم القلب المستمر اللي هو الهولتر. فأحيانا بنلجأ لتسجيل رسم القلب العادي اللي هو لمدة ثواني أثناء شكوة البني آدم إنه الضربات موجودة، عشان نعرف الضربات دي شكلها ايه في رسم القلب. ده رقم واحد. يعني دي رسم القلب توضح يا دكتور شكل الضربات ويا ترى لو كانت اثناء، ما هو الفكره لو كانت اثناء، حتى لما احنا بندي رسم القلب المستمر اللي هو اسمه جهاز الهولتر اللي بيركبه البني ادم تحت الهدوم ويقعد يرسم لمده ايام اسبوع. بنقول له اثناء الضربات بتدوس على زرار معين عشان نعرف انه في التوقيت الفلاني اللي كان حضرتك عندك شكوى كان ايه اللي موجود في رسم القلب، لمضاهات الخلل اللي موجود في رسم القلب مع الشكوى بتاعت المريض. وبناء عليه لو وجدنا اختلال في كهربيه القلب بشكل معين بنروح للخطوه اللي بعد كده اللي هي اسطره دراسه كهروفسيولوجيا القلب. لكن ممكن يكون ده السبب، ده سبب نفسي، سبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، سبب توتر، يعني اسباب كتير، غده درقيه، ويكون المشكله من خارج القلب.